بس عثمان كان مثلا يعمل ايه اوقات؟ يجي مثلا نيجي نلعب تقسيم، يسيب الدنيا كلها ويخرجني بره التقسيم. ما كنتش بحبها خالص. وعملت معاها مشكله بسببها يعني. انا فاكر مره من المرات يعني بصراحه يعني كابتن وليد سليمان اتضايق منه جدا يعني. اتضايق منه خلي بالك. عشانك ولا عشان نفسه؟ انت مثلا يعني مستر عثمان كان مثلا يعمل ايه اوقات؟ يجي مثلا نيجي نلعب تقسيم، يسيب الدنيا كلها ويخرجني بره التقسيم. فالموضوع ما وجي فتره كده بقى في الاخر عمل كده مع 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 كابتن وليد. فانا ما كانش يعني برضو بالنسبه لي ان انا في حته احراج شويه، انا كنت يعني عشان بحب. بس انا عارف موضوع وليد ده، هو عمل كده مع وليد فعلا. يعني انا مثلا وليد سليمان كنت عمل كده معاه في الاخر وانا في الملعب مثلا، بقى لما يجي بقى خلاص انا وليد، عشان كان ساعات بيلعب وليد في نفس المكان. فانا بالنسبه لي كانت عيب ان وليد يعني كابتن وليد يخرج وليد. وانا ابقى موجود. يعني بحس انها عيب يعني. لا كابتن وليد لعيب كبير ولعيب محترف، فخلاص هخرج انا. فكابتن وليد بقى لا خليك انا هخرج، لا خليك انت خليك قاعد وهكذا. فكان في حاجات بقى يعني مش افضل حاجه فيها.